سلام المشاهدين الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا على هذا المباشر المخصص للنشرة اليومية لكوفيد 19، وكما جاء في لهذا اليوم 27/11/2021. بالنسبة لجهة فاس مكناس اللي كنتواجدوا بها الآن وحنا على الطريق الوطني رقم 6 مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في اتجاه مدينة مكناس، فسجل ولله الحمد بجهة فاس مكناس في هذا 24 ساعة الماضية حالة إصابة واحدة وسجلت بمدينة فاس، فيما لم تعرف باقي مدن الجهة تسجيل ولا حالة إصابة مؤكدة، وكذلك لم تسجل أي حالة وفاة في 24 ساعة الماضية. على المستوى الوطني مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، فسجلت 116 حالة جديدة في كل ربوع المملكة مع تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك بعد تسجيل صفر حالة وفاة بعد أكثر من سنة من الصراع مع هذا ومن محاربة هذا الوباء الفتاك. دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في وعلى المباشر ننقل لكم الحصيلة اليومية الخاصة بالحالة التتبع الوبائي لبلادنا فيما يخص كوفيد 19. فكما قلنا وصل عدد الوفيات إلى تسجيلات حالة وفاة واحدة في 24 ساعة الماضية، فيما سجل 171 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية دائما، لتصل عدد الحالات النشطة ودائما في انخفاض ملحوظ إلى 1991 حالة نشطة بكل ربوع المملكة. كذلك تم إنجاز 13118 تحليل في 24 ساعة الماضية مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. أعلى حصيلة سجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة، وكانت هي 51 حالة إصابة وبدون تسجيل أي حالة وفاة. بالنسبة لحالة الوفاة الوحيدة المسجلة سجلت بمدينة الدار البيضاء، هي اللي تسجلت بها حالة وفاة واحدة و39 حالة إصابة مؤكدة بكورونا. أدنى حصيلة وهي اللي تسجلت ولله الحمد بجهة فاس مكناس واللي كنتواجدوا بها الآن بحالة إصابة واحدة بجهة بمدينة فاس. دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، هذا فيما يخص الحالة الوبائية لبلادنا ولجهة فاس مكناس اللي كنتواجدوا بها الآن. فيما يخص الحملة الوطنية للتلقيح ضد سارس كوفيد 2 فلا زالت مستمرة ولله الحمد، فيما وصل عدد المستفيدين والمستفيدين من الجرعة الأولى إلى 24,409,859 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الأولى، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية إلى 22,631,370 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الثانية. الجرعة الثالثة وصل عدد المستفيدات والمستفيدين منها إلى 1,641,169 مواطن ومواطنة اللي خداو الجرعة ديالهم الثالثة، فبالشفاء العاجل للجميع إن شاء الله يا رب. دائما وكما يعني تهيب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المرجو الالتزام بالإجراءات الاحترازية من وضع كمامة والتباعد والتعقيم كذلك، ولا زالت يعني ومن بعد التلقيح فراه لنا أنه نبقاو ملتزمين بالإجراءات الاحترازية ولو ملقحين، لأنه كما كنشوفوا الآن سمعنا وكل شيء كيتبع على وسائل الإعلام وكيشوف أنه الحالة الوبائية في عدد من الدول الأوروبية، فأوروبا الآن أصبحت بؤرة يعني، وهذا يعني المنظمة العالمية للصحة ملي كتقول أنه الوضع مقلق، ف يعني هناك مؤشرات على هذا الوضع هذا، فنتمنى الشفاء العاجل للجميع، لكن نتمنى أنه كنشوفوا الحمد لله السلطات بالمغرب ولا الصحية ولا كذلك الدولة المغربية عامة كتاخذ إجراءات يعني احترازية وإجراءات يعني استباقية لتجنب أنه نحافظوا كما جاء في البلاغ الحكومي أنه نحافظوا على المكتسبات ونحافظوا على هذه الوضعية الوبائية بهذا الوضع هذا، ونزيدوا نشاهدوا أنه إن شاء الله نخرجوا ببلادنا لبر الأمان، ما بغيناش نرجعوا
نرجعوا كما شفنا الان يعني الدول مثل فرنسا وهولندا والسويد والنمسا وكذلك عدد النمسا اللي دخلت في حجر صحي الان والمانيا كذلك، فعدد من الدول الان كتسجل بها اعداد قياسيه وبريطانيا كذلك، فنتمنى الشفاء العاجل للجميع. والله يحفظ بلادنا، والله يحفظ شعبنا، ويحفظ ملكنا يا رب دائما تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فنحن نحارب ونقاوم هذا الوباء بكل يعني ما أوتينا يعني بالروح ديال الوطنية وبالروح ديال المسؤولية، لأنه كورونا، فهذا يعني مصير ديالنا كاملين. خاصنا نكونوا حريصين مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في من أجل باش نخرجوا ببلادنا إلى بر الأمان. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. كنتم معنا في هذه النشرة الوبائية الخاصة بجهة فاس مكناس اللي تسجلت بها حالة إصابة واحدة، ونتمنى من الله عز وجل أنه في باقي الأيام أنه في الأيام القادمة إن شاء الله أنه نسمعوا صفر حالة، وعلاش لا نسمعوها في عدد من الجهات ونسمعوها على المستوى الوطني إن شاء الله، وتخرج بلادنا من هذه الأزمة ومن هذه الجائحة بأقل الأضرار. شكرا لكم على حسن المتابعة، التزموا بالإجراءات الاحترازية، وضع الكمامة والتباعد والتعقيم، واللي باقي ما خداش اللقاح ديالو او التطعيم ديالو فيتوجه لاقرب مركز صحي من اجل اخذ اللقاح والمساهمة في التطعيم وفي الوصول الى المناعة الجماعية ان شاء الله في القريب العاجل. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والاصغاء، كنتم معنا في النشرة الوبائية الخاصة بجهة فاس مكناس، مراسل قناة شوف تي في من الجهة منير المعطاوي، الى اللقاء.